بعد تداول فيديو سرقة دراجة نارية من داخل منزل بدال إبراهيم المشتبه فيهما في قبضة الشرطة، على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يظهر شخص يشتكي تعرضه لسرقة دراجته النارية من داخل مسكنه بدال إبراهيم بالعاصمة يوم 16 ماي 2021 في حدود الساعة 4 صباحا من قبل شخصين مشتبه فيهما. باشرت مصالح الشرطة الشراقة ممثلة في الأمن الحضري السادس دال إبراهيم التحقيق في القضية الذي مكن في ظرف قياسي من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفها مع استرجاع الدراجة النارية.